بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبو ادجوكتان كسو دوادة ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوثن ميديا كوبرايشن ومر والبعد كيشان ورارك حقيقوين كاه سياسة دا استيدن يكو اس اقل سرسبين يجيس كافريكا يمد عالم كوا دقال كقزاء او قلي اسكو تورتور اسكو بينين اسكو دوا ايمانشو ايان كهالي دونا دقيقة ده أن هو ده كصاحب كان هاي لجستياشة يداود ياشة قيمها يقرض وين سيدا نلاش أي تاي غزة إذا نوان تابن دولنا مركل وحان دين لين هاي كسر دوادة ورباهن تيني S M C من لترجع إسرائيل وحاء تلمام يا إن أهرمر وين كسمية دجال كي أفنترجع أوكو قاضي غزة dowladda Israa'iil waxay leedahay waxaanu taaganahay bartamaha Gaza laakiin sheegashadaasi waxa ka daba yimaaday oo diidan falastiiniyiinta gaar ahaan ururka hubaysan ee dagaalamaya wax iska caabinta sameynaya Hamas waxay leeyihiin wax horumar ah la taaban karo Israa'iiliyiinta ay sameeyeen haba yaraatee ma jirto diilintii dagaalka uu ka bilowday xuduud Gaza soomaal dhaafin Hamas sidoo kale waxay leedahay in ugu yaraan 7 taangi oo kaariyaasha casriga ah ay leeyihiin ee Israa'iiliyiinta militarygoodu ay gubeen walow Israa'iil aanay ka hadlin loo fasirin karo aamusnaan waa raali horan حماس waxay u soo bandhigtay ilaa iyo 72 dabaabadka militaryga Israa'iil inay gubeen inkastoo Israa'iil ay beenisay warkaasi laakiin Hamas muqaal ayay keentay iyo sawirro taangiyada Israa'iil iyadoo gubeysa tani waxay walaac weyn ku beertay militaryga Israa'iil iyo dawladaha taageeraya oo markaysay qalabkii ugu dambeeyay ee caalamka ku taageeray ama wadata Israa'iil geesta kale xalay dawladda Israa'iil waxay si daran u duqaysay Gaza dad fara badan ayaa ku dhamaaday duqeymahaasi tirada badan qaarba ilaa hadda guriyaha hoostooda ku jira burburka duqeymihi Israa'iil sida la soo wariyay aksiga حماس يدنا حليتو لو حجيف ودي دي دالك إسرائيل دادك كنول أي كجرتو عاصمة دا تل أفيف سيدا لغو صورها ماي قنطالو آد اترى بدن و إسقر بصعودة أي كفر لسي قدها إسرائيل تاسو صوبتي إن ميلف ربدن و إسرائيل كترسن ويششك الدقنين ته شاقا لغي يريي ضدكنا ماركي ساع عبسي قليسي وحالا شاقي دفاعي عركا اما قاشان كي برتا خطرتا اهاي اي قدن بي عالمكا حكومة دا اسرائيل اي لهاي كنا تاقيرتي دولة دا مرايكنكا ان دفاع عاسي وحد بلاش نقضي وقانتالة دا حماس اي كتوران قدها اسرائيل انو دفاعي كرين كاسو كفرنية قيمة آد أفر بدن مال أدون يدون الله شاقي هالكي قنطال يكبحا ايران دوم إن او قيمه سويهي هل مليون او دولار سي او اقبطو قنطال لذا كسو وجهن دلك إسرائيل خسارة هدي مشادة فلسطينيين تا ايا آد أترى بطي إلا ايو حال سوورين ايا طبان كن يشن بقول oo markaysa falastiiniin ah oo ay caruur iyo haween ay u badan yihiin in ay ku geeriyoodeen waxa la qiyaasaa caruurta ku dhimatay in ay 4000 kor u dhaafayaan haweenkana 3000 in ay cagcagaynayaan maatida ku dhamaatay duqeynta diyaaradaha iyo taangiyada iyo waliba maraakiibta Israa'iil ay u geysanayaan shacabka Gaza ku nool ee falastiiniinta ah
لبا عسبتال او كويالا قزا وقوي جيدا ايا الله شاقي ان اي اسرائيل دو قيسي سعدي اقدم به عسبتال لدا سيوحا كجرة عسبتال ليرادو اندونيسيان اسبتال اما عسبتال كا اندونيسيان كا كاسو سيد الله شاقي داد اي كل ما دين اساقنا سيدو كلا وحا لطلبامي اسرائيل ان اي دو قيسي حرق حوتي او كتالا غزاء حرادة سيقحوتيغا داد ان اي كل ما دين قارن اي كل وعمين اي اي ورباهينتا سووريني اسلام الله شاقا سهدان انو قلنا غزاء داد كمانتا الصوماليا دالكين دادك كل فتي وحاد مودا ان اي كنال اذاقيهين داد كاسي صابت وحاوي داد كينو دادك وي كل فتين لكن دو قيمو أفري لبات ساعدود أو عركا لغو مهايو بدا لغو مهايو أو دولك إفنتري لغو مهايو وحي فلان كران مرول ببيان هدي إي دمادان إن إي قدبان وميل إي ودقاق كران لكن دادك قزجوغا دقاق مجرو بيلا آن با حيستا أو شدال آن إسبتال لدي صدني دور كشقيناي دوري طبان كمد آه ويلا دو قيي أو وي حرمين وي بربرين وي فريستين كو هاد دهارينا داودي واه قبابسي داودي وحا كدران شدالك او دادكو حالا قلايا ايغو كبابي آن لغو درين محايا لي كبابي دا مطور دي اما ماركيسي قلبكي ساعدي لها ايا شدال آن لو هينين مركا قياس اديقاسي هاد دا راوع كسو قاري او بلا كبابية علوش هذا اما مدى حاجة اما جيركا اقل لقلايو بالحنون انتي اللي اقباد قبي كرتا ولا القالية جيركا اقل سيديبو النقونية قلبي اقل محود دريمية سيداس بي كنو ليهين دادك الرير قزا دادك عيش بي عنان انت بدن فورنوينكي اي ماركيس رودي فورنوينكي عيش كسو ساراي اما رودي ده لقى هلاي وحاوي بيه لغو قصو بركي عيشك اللغة سميناي ايه قبابسي عن الهلين دادك وحاد اركيسا ايهو بيه رادينايا عاقك قعرتا كسيتا او ماركيسا صف صف ميل بيه لغة هلي كرو او معنية لعبه وحنا لغو كرصدو ايه رادينايا سيدا صوماليا صدن صنو او دقال صعودا بيرها يدحوشة يحابضة وحلوغو كرسان كرميل والبا اي تالانا ما اهن ماش ماش وحلوغو نولي هاي معنيه كورنطو اما غاس وف بسيدو او يقانو تينا الباب بدا لغا حراي قزا نلوشيدو مت لغا دمان كرم اهن وماركي سيلوغو سو كوبي كرم دباتة دا ماش تالا انتا وحاسي دير اي سي ار سي وحي الله دهي سعدي قدن بي إن كلاية معاوناء و دو إيعونا أي سوكو جرتو أمبلاسنا أي كو جرتو عسبتال إرادة القدس لوذي إن لدقيي دقيين تاسي وحالة شاكي إن إسرائيل كدن بيسي ولو إسرائيل ما أركيسي أن عدي سنينين حدنا وحاللي يهي دقي يجا اياد دقي هران وحالو دقي عسبتال كم اذا عسبتال هذا وين اق شفا بزاكو يال اسرائيل ان بدن بالوغ دقي عسبتال هذا انا يسن دقينين ودن بدقال كيني كرا سيدة جنيفا كونفنشن شرعيقا كو قران دقالك لكن وحي اسرائيل كومر مرسيوتي ان عسبتال هذا سي اي كنو ليهين اما اي قعانتا كو هايان اذيكتان اي كا اذيكتان قولي يا حماس هادبا وحانو اسلا ادي دونا حالك حال ما الله هيا قزاء دقال كيغا بس الله ما هايو دولاد دا مرايكنكو وحي دالبطي حبت جوجين كو ميلقارة هادا ما اهن حبت جوجين وحبت جوجين كو ميلقارة حبت جوجين تكو ميلقارة كمعنى دوا ما هايو تاسا فسيراد ايضان اوباهان معنى دو حاوي دقالك ودقاق الله ايه داد فرابدان
oo markii hore taageeray Israa'iil inay dhibana tahay u arkayay iyadoo wax dhibaateynaysa sida la sheegay maanta way ka soo horjeedaan sidoo kale Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka wuxuu ka baqayaa doorashada soo socota dadka muslimiinta inay cod uu ka waayo maadaama xukuumadda dimuqraadi ay tahay hadii Israa'iil uu si cad u garab istaagay dad Mareykanka dad badan oo muslimiin baa ku nool iyo xitaa dad aan muslim ahayn oo ka biya diidan qaabka xukuumadda Mareykanka ay wax ku wado taageerida ay taageerayso xukuumadda Benjamin Netanyahu ee hadda qasab bamgareynaysa sidaa awgeed marka istaraatiijiyad siyaasadeed ayuu macnaheedu Mareykanka uu codsaday xabad joojin ku meel gaar ah si biyo loogu shubo carada tirada badan ee dadka muslimiinta ah ku nool Mareykanka oo hadhowdii codka laga rabo shir ayaa ka dhacaya Japan oo waxaa shiraya G7 wadamada la isku yiraahdo ee warshadaha ku horumaray dhaqaalaha waxaa ka hadlayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mr. Anthony Blinken Blinken wuxuu leeyahay xabad joojin rasmi ah macnaheedu kuma dhawaaqayo laakiin wuxuu leeyahay wada hadal wuxuu iman karaa marka waa goormay marka Hamas la tirtiro oo Gaza laga saaro Hamas tirtiritaankeeda ciidamada Israa'iil Gaza gelitaankooga waxaan cadeynaynaa oo aan ballan qaadaynaa in Israa'iil dhul aan qabsanaynin hawlgalkaas kaliya inay fulinayaan markaas kadib marka Hamas meesha laga saaro Falastiiniyiinta nadiifka ay isku soo haraan markaas kadib in mustaqbalka Falastiiniyiinta laga doodi karo iyo Israa'iil sida uu noqonayo sidaasi ayuu leeyahay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken marka meeshaasi waxaa ka muuqanaysa markayse macnaheedu inaan la rabin xabad joojin hadda ah laakiin xabad joojinta ay tahay sabid waayo madaxweynaha hadduu yiri xabad joojin ku meel gaar aan rabnaa haddana wasiirka arrimaha dibadda shirka uu ka leeyahay G7 ama G7 uu ka leeyahay waxaanu doonaynaa in markayse wada hadal laga galo marka hawlgalkan uu dhamaado kadib hawlgalka hadduu dhamaado macnaheedu waa maxay waa marka macnaheedu qasa la qabsado marka yaa garantii garayn kara oo damaanad qaadi kara in Israa'iil meeshaasi markay qabsato oo hadaba duqeynaysa oo baabiinaysa haddii ay qabsato Gaza in dhulkaasi aanay la wareegaynin yaa ka kicinaya sooyaalka sida uu qorayo 1948 marka meesha la dejiyey Israa'iil meeshii la dejiyey ma hadda joogtaa mise way soo fiday qariiradii 1967 ama 68 heshiisyadii Camp David iyo Oslo oo Israa'iil lagu aqoonsaday Falastiiniyiinta ay aqoonsadeen aqoonsada idinkuna waa la idin aqoonsanaa la yiri maxay u shaqeyn weyday haddii ma arkayse macnihii Gaza Israa'iil hadday gacanta u gasho inaanay dhulkan degaynin aan qabsanaynin haddii damaanad qaad la dhibi karo midda kale Mareykanka markaas uu joogay haddana uu joogaa heshiiska isaga goobjoog ka ahaa Camp David Mareykanka ku taala Oslo uu taagnaa heshiisyada muxuu ugu qasbi waayay Israa'iil inay fuliso haye maanta macnihii Jerusalem meesha la yiraahdo sultan markaysay Israa'iil ay haysato yaa ka kicinaya daanta galbeed Israa'iil soo ma haysato militarygeedu soo dadka ma dilaan xabsi ma dhigaan oo waxay rabaan soo kuma sameeyaan yaa ka fujin kara nimanka guurguura oo markaysay yuhuudda ah oo dadka falastiiniyiinta ah deegaanadooda ku dhiba oo militarygoodana caawiya yacni yaa damaanad qaadaya in dhulkan markaysay aanay waxyeelaynaynin dadka jooga degaynin marka waxaa weeye abtiyow been ibara arlaada taale uu yiri Abwaan Maxamuud Xaaji Maxamed Tarash been baa la isu sheegayaa marka
دقال كان ميد مانتا إبريد مان دونا ومعكا سيدا ماركي سيانناغان هرو أشاقني داد كان ميشان إن لغا سارو والا ربا إن لطرترال ربا لكن تلواتي إلهي مامول كان الدون كان رب العالمين أيام مامولا إساقان نهورتسية نسوتوسية إلهي أنو برينو ومدرير معني غزاء فلسطين تردارن كانو حاوي عمل كان إلهي درتيس أقبو محايا لميد كادو عمل فلسا درادي إيبي وأركيا صحيحنا بتصو سفر كوا ودري هاي حمول كان إسخير كابد الله فول دونا ميت أدقويين حاجة دو مركض دو حي تاغن تهدان سو كوبنو إسرائيل أو تاغن أنو وحانو جوغنا برطمها غزاء إي حماس أو يدونا له وابين تاك مصدركن تانجيدو دان قبينا ويصور دقاق لأيهين شعب كليه كركب دقينا يعني حسابتو ماشا سيما ريسا كله يوحي كسو كردا وان اسلا جوغنا وحان ادين لانا ولا ليال ليبانا ادوني اقربا موقال كان موقال كحيقا كورا دينا لك لقاتو بلانتين وحاوي انا كوكولانو حاوتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسا